هذه ثانية مشاركة متاعي في تريميراج. شاركت عمناول وعجبتني المشاركة، عملت مرة ثانية، كانت خاطر مرة الأولى حلوة وسمحة برشا. الثانية كيف عملت؟ عملتها تحدي للأولى وللثانية. الثانية علاش؟ خاطر الكوفيد هذه بتاع 19 الكورونا، حبينا نكون الناس الكل ما تغلبنا حتى شيء في الصحراء، وزيدوا هالكورونا زي كيف ما تغلبناش. كانت الأجواء طيبة رائعة برشا، جو شيخة. أنا الأوبجيكتيف متاعي ما عنديش أوبجيكتيف، أوبجيكتيف كيف ندخل فرحة في وسط الناس الكل، ديما نعطيهم الإيجابية. حتى اللي يقول لي مياه نقولوا لا، المياه راهي ساهلة، ما فيها حتى شيء المياه. الناس الكل نشيخوا، الناس الكل نغنيوا، الناس الكل نعملوا بون كيف. ما عنديش حتى قلق مع إنسان، اللي نلقاه نهز ونهز أمشي. صحيح شكون هي صعيبة في الصحراء، لكن نكونوا واقفين الناس الكل مع بعضنا، الناس الكل نعملوا جو، نعملوا كيف، ما نحطوش حتى شيء. هذيك هي ناحية الأوبجيكتيف نتاعي، ما عنديش حتى أوبجيكتيف آخر. كيف رأى الناس الكل وصلت لاباس، وصلت سالمة، ما طاحوش، ما ضربوش، ما صار لهم حتى بليسير. هذيك شيختنا، واحنا كل عيلة، المراج هذوما بتاع عمناول اللي جينا، ومرة ثانية زاد كيف عيلة.